تقريبا عرض. طب جاب لي هو بقى الايميليشن هنا اللي المفروض انا هنزل الاقيكم دي وانفعتها الاوضه برضه، يعني زي قاعده الرايت لاين بالظبط. بس لو خبطت مرينا موجود بالظبط ده، لو ورا مرينا موجود ايه؟ السيرنج اوضه. يبقى انا لو عايز اسالك عن السيرنج اوضه خالص مش هتسالك انت بدون هنا كده. طب حطيته بقى تحت وانتيريور يا دوبك ورا الدايره هنا، لكن فورت في البيت يبقى ده السيرنج اوضه برضه؟ لا. هيبقى ايه؟ بالظبط. يبقى يا اولاد لو انا عايز اسالك على الاسوفج في الليفت لانج، يعني هجيب امبريشن فوق خالص كده كونتينوس مع بتاع الاورطه واحط لك التركيز ده. ده قول لي ايه؟ اسوفج. تمام. طب لو عايز الاورطه، يا اما اقصد الاورطه هنا يا اما تستند كونتينوس الاورطه احطه هنا او هنا او هنا او هنا. لكن تركز قدام وتحت يا دوبك ورا وغير من هنا على طول، يبقى انا مش عايز الاورطه خالص. يبقى انا عايز اسوفج. تمام؟ يبقى الاسوفجس على الرايت لانج وعلى الليفت لانج الاثنين بيبقوا موجودين اباف ذا هاي. بنزل بالامبريشن ما تيجي كونتينوس مع حق مع كانه ورا الهاي. تمام؟ ماشي يا شباب؟ طيب الاورطه الارشر ذا اورطه اباف ذا هاي لانج وذا ليفت لانج، وبعدين الديسيمنج اورطه بيبقى بيهايند ذا هاي. بجيب الديسيمنج اورطه في اي حته في العادي كده دي. لكن لو نزلت تحت خالص يا دوبك ورا الهاي لانج يبقى انا قصدي بالاسوفجس في الليفت لانج. لسه معايا الامور ولا لا؟ تمام. فاضل حاجه بسيطه قوي لو عملها لي، لو عملها لي في الليفت لانج انا شايف ان ده كارديك امبريشن، لقيته حطيت الفرس هنا او الكابوس هنا فور انتيريور، هيبقى في الليفت لانج بالمونري ترونك اند رينين اوف بلايمر بلان. في الرايت لانج هيبقى ايه؟ هتسمن اورطه اند رينينز اوف بلايمر بلان. ايه الدبوس ده؟ اللي هو لو جه هيحطه لي مور انتيريور. محدش يقول كارديك امبريشن. اتفقنا ان الكارديك امبريشن هحطه لك في وسط الحفره بالظبط هنا كده. لكن انا اخترت هنا خالص لكن البورت في البيت يعني مور انتيريور تبقى كارديك امبريشن. تمام؟ هيبقى في الليفت لانج بالمونري ترانك اند ريمنانت اوف تايمز جلان، وفي الرايت لانج هيبقى اسندنج اورطه اند ريمنانت اوف تايمز جلان. تمام؟ ماشي يا شباب؟ ثالث انواع من الاسئله بنتسال عليها بعد الايدنتيفاي، بعد الايدنتيفاي وبعد منشن ذا ستراكشر ريليتد تو ذا ماركت اريا، عندنا الروت اوف ذا لانج. الروت اوف ذا لانج ده كده وده كده. لا الاتجاه واحد. فاكر الهارد؟ لسه هتشوفه على الموديل دلوقتي. البالماني ترانك طالع كده. الاسندنج اورطه طالع الاول تو ذا رايت. بدايه الارشر ذا اورطه كانت بيهايند ذا سكند بوست جاردز على الناحيه اليمين. فاكر؟ وعين طلع ولف ورجع شمال. يعني بدايه الاسندنج اورطه كانت فين؟ السندنج اورطه بدايته كانت ايه؟ كانت يمين. يبقى ريليتد لايه؟ نير تو ذا انتيريور بوردر سايد لانج. طب البلماني ترانك كان قدامه في الهارت، كان بدايته شمال، يبقى على الانتيريور بوردر. وصلت معاك؟ بس يعني مش لا فاهم. ما انا بقول لك مور انتيريور قوي، ما اللانج الانتيريور بوردر في الاثنين ان كونتاكت زي الانتيريور بوردر في الفلورا ان كونتاكت في الميدل لاين. فاكرين لما خدنا سيرفيس بنات من البانج عند الجولة مش نزلنا الخطين في الميدل لاين عند الاسترنال وقلنا هما الاثنين في الميدل لاين بيوصلوا عند الاسترنال انجل الميدل لاين وبيبقوا بيهم كونتاكت تو ايتش اذر. يعني الانتيريور بوردرز اوف تو لانجز عاملين كده مع بعض. فطبيعي ان البالموني ترانك يعمل امبريشن هنا والاسترنال جوه يعمل امبريشن هنا. ماشي يا شباب؟ حلو. الروت اوف ذا لانج هي سكيما. سكيما في الرايت لانج هدور على خمس فتحات. في الرايت لانج هدور على ايه؟ على خمس فتحات. في الليفت لانج اربع فتحات بس. ليه؟ لان الرايت بروسس بتتقسم بدري قبل ما بتخش اللانج، فبيبقى عندي فتحتين برونكات. لكن في الليفت لانج بيبقى عندي فتحه برونكاس واحده. يبقى المين ستراكشرز اوف ذا روت اوف ذا لانج بدور على خمس فتحات في الرايت لانج، وبدور على كام فتحه؟ اربعه في الليفت لانج. الفتحات دول منهم اثنين بالمونري بين، منهم واحد بالمونري ارتري، ويا اما اثنين برونكاي على الرايت لانج يا واحد برونكاس على الليفت لانج. ماشي؟ حلو. السكيما بتاعتنا برونكاي بس هي دي خفيفه
أرضاموس بوستيريور ستراكشر بي تي ال في الهاي. برونكاي أرضاموس بوستيريور ستراكشر في الهاي. بحسهم بإيدي بلاقي فيهم كارتر. أدي أول حاجة. يبقى برونكاي أرضاموس بوستيريور ستراكشر في الهاي بتاع الكولوم. تمام؟ بحسهم بإيدي ألاقي فيهم إيه؟ كارتر. تمام؟ لأن زيهم زي التركية بالظبط. ماشي؟ بالمونري فين؟ ذا سوبير بالمونري فين از ذا موست انفيريور ستراكشر ان ذا هايد. ذا انفيريور بالمونري فين از ذا موست انفيريور ستراكشر ان ذا هايد. يبقى انا بكل بساطه جبت الحد اللي وراني بتاعي برونكال وجبت اقصى حاجه قدام سوبير بالمونري فين واقصى حاجه تحت انفيريور بالمونري فين. يبقى اي فتحه ثانيه الاقيها في النص هتبقى ايه؟ البالمونري ارتري. سهلة. البرونكاس از ذا موست بوستيريور فيها كارتر. عند اثنين على الناحيه اليمين واحده على الناحيه الشمال. بالمونري فين السوبيرور از ذا موست انتيريور ستراكشر. الانفيريور از ذا موست انفيريور ستراكشر. واللي في النص هيبقى ايه؟ الارض. يعني بالبلدي كده في الرايت لانج هيبقى انتيريور وبين التو برونكاس. فهيبقى عندي البرونكاس اللي فوق اسمها ايد ارتيريال برونكاس يعني فوق الارتري، واللي تحت اسمها ديب ارتيريال او هايب ارتيريال برونكاس يعني اللي تحت الارتري. تمام؟ على الناحيه الشمال الارتري بالبوزيشن اللي انا وصفته ده هيبقى انترو سوبيريور للبرونكس، لكن ما هواش النص انتيريور ولا النص بوستيريور ولا النص انفيريور. فعلا يبقى انا عندي تو فين بحط واحد نص انتيريور واحد نص انفيريور، والبرونكاي بحطهم نص بوستيريور، فهيبقى الفتحه اللي في النص دي ايه؟ الارتري. بكل بساطه فعلا بالنسبه للليفت لانج او الرايت لانج هنا الشباب دول الاول كلكم بصوا واضحه جدا. ادي تو برونكاي في حاجه وراهم ادي برونكس وادي برونكس بينهم الاثنين في الارتري. بقى دي اف ارتيريال برونكس ودي اف ارتيريال برونكس وده الارتري. طب فين الفين؟ ادي السوبيريور بالمونري فين از ذا موست انتيريور ستراكشر ان ذا هايد. مفيش حاجه قدامه. الانفيريور بالمونري فين از ذا موست انفيريور ستراكشر ان ذا هايد. اهو مفيش حاجه تحتيه. يبقى انتوا كده بعينيكم ميزين خمس فتحات ولا لا؟ ادي البرونكاي مور بوستيريور. السوبيريور بالمونري فين مور انتيريور مفيش حاجه قدامه. الانفيريور بالمونري فين مور انفيريور مفيش حاجه تحتيه. ايه اللي في النص ده؟ الارض. وصلت؟ بصوا يا شباب ادي البرونكاي بتاعتنا اللي انا مدخل فيها الفورس. هيب ارتيريال برونكس وهيب ارتيريال برونكس. الموست بوستيريور ستراكشر ان ذا هايلا مفيش حاجه وراهم. السوبيريور بالمونري فين اهو شايفينه؟ في حاجه قدامه؟ الانفيريور بالمونري فين اهو الفتحه دي في حاجه تحتيه. ايه اللي في النص ده بقى؟ اللي انا مدخل فيه فورسس ده بالمونري ارتش. يبقى ادي البرونكاي ورا بالمونري فين قدام بالمونري فين تحت وادي البالمونري ارتش. سهله. ما بنشوفش برونكيال ارتريز ولا ليمف نودز ولا نودز. بصوا يا شباب الكلام اللي بقوله على الهايلاند بقى ينطبق على الليفت لانج. خلاص ادي التو برونكاي بتوعنا الموست بوستيريور ولا لا؟ مفيش حاجه وراهم. ادي السوبيريور بالمونري فين اهو مفيش حاجه قدامه. الانفيريور بالمونري فين اهو مفيش حاجه تحتيه. ايه اللي في النص ده اهو؟ يبقى انا كده حاطط الفورسبس في البالمونري ارتري وراه وفوقيه وتحتيه تو برونكاي اب ارتيريال ويب ارتيريال. قدام خالص السوبيريور بالمونري فين تحت خالص الانفيريور بالمونري فين. تمام كلنا شفنا ادي برونكاي اب ارتيريال ويب ارتيريال بينهم قدامهم على طول الارتري. وبعدين ادي سوبيريور بالمونري فين وادي انفيريور بالمونري فين. خلاص يا شباب وصلت؟ ما بنستاهلش في الروت اللي على الحاجات اللي انا قلتها دي بس. ماشي كل الفرق ان في الليفت لانج بدل ما الاقي ايه ارتيريال برونكس في ارتيريال برونكس الاقي ليفت مين برونكس. تمام اي سؤال في اللانج؟ اخر حاجه في الليفت لانج ممكن تتقال نمسك لك الحته دي بقول لك ايدنتيفاي. لو واضحه وطالعه كده صريحه بنقول عليها الانجلش. كلنا عارفين الانجلش ده من ضمن الاسئله الزياده في الاختبار بيقول لك ايدنتيفاي الانجلش. تمام يبقى اسئله اللانج يا ايدنتيفاي ذا سايد اوف ذا اورجن يا ايدنتيفاي مين بارتس اوف ذا لانج يعني لوب او الانجلش في الليفت لانج او ايبكس او بيز يا منشن ذا ستراكشر ريليتد تو ذا ماركت اريا يا يسالك على حاجه في الهايلاند وانا عرفت قيمه الهايلاند خلاص. تمام تشينج.